بس صار ضحكتين حلوات، الأولى بالتقرير للبداية اللي دخلنا بيها، والثانية هذه. شنو يعني لفت انتباهك بداية تقديم البرنامج؟ وقلت لازم شيء يقنع الناس، فجايبنا حتى قنع الناس بعد الانتخابات. يعني بالذات مجالس المحافظات يعني لها أثر كبير على العراق. شكرا جزيلا أستاذ رائد، تحية لحضرتك و لجمهور قناة NBC عراق. صار لنا فترة هواية مطالعين ويا حضرتك الموسم السابق. نورتني. الله يسلمك. يعني تجربة عريقة من مجالس المحافظات، ومع ذلك تبدو صورتها اليوم قائمة. ما السبب بذلك؟ ما سبب إلغائها وإن كانت دستورية؟ هل يجوز يعني دائما الحكومة والسياسيين عندهم الدستور خط أحمر؟ طيب شلون قدرنا ندخل على مجالس المحافظات وإلغائها ومن ثم العودة؟ يعني شوف، لا يخفى عليك أنه مع كل الأسف الكثير من الأمور في العراق، أو يعني بشكل كبير طبعا في العراق وحتى في دول أخرى، أصبحت أسيرة للسوشيال ميديا، للحركات الاحتجاجية. احنا تحديدا بالعراق بعد انتفاضة تشرين العظيمة كانت هنالك مجموعة من القرارات اللي حاولت أن تمتص الزخم دون أن تغوص إلى عمق الأزمة لمعالجتها، ولذلك طلعت لنا مجموعة من القرارات. يعني إذا تذكر في حضرتك في وقتها تقليل سن التقاعد من 63 إلى 60، وانعكس بشكل سلبي بشكل كبير على الهيكل الإداري، طلعت مثلا للحكومة العراقية إلغاء مجالس المحافظات وهي يعني قضية دستورية. مثلا الكثير من القرارات الانفعالية التي تحاول أن تمتص زخم الشارع العراقي، خاصة في ظل شارع انفعالي عاطفي. هي هنا المشكلة. يعني شارع يفقد الثقة هذا؟ نعم. يعني الحكومة بهذه بكل تأكيد راح تفقد الثقة بأي قرارات الحكومة بعد ما أثق بيها. يعني أنا أشكرك استضافيتني أنا كحيدر الملا على قضية الانتخابات لسبب. حتى تقنعهم ها مثل ما قلت؟ ها؟ حتى تقنعهم؟ إي ليش؟ تعرف أنا شهادتي مو مجروحة بالقضية الانتخابية. يعني انتخابات 2014 أنا انقصيت من الانتخاب، وانتخابات 21 أنا انقصيت من الانتخابات. والغير محب قبل المحب يؤمن أن عملية الإقصاء هي ما كانت تستند لا على أساس قانوني ولا على أساس أخلاقي. هاي الانتخابات أنا أصلاً ما مرشح بيها. الإمام الغزالي رحمه الله عنده مقولة جداً جميلة، يقول من استغضب ولم يغضب فهو حمار.